عقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الدوحة اجتماعا مع معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وتم خلال الاجتماع بحث الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي سوف تستضيفها مملكة البحرين في السادس عشر من مايو المقبل وبرنامج عمل القمة والموضوعات والقضايا المقرر إدراجها على جدول أعمال اجتماع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية كما تم تبادل وجهه النظر تجاه الاوضاع الاقليميه الراهنه والجهود العربيه والدوليه الهادفه الى وقف التصعيد في قطاع غزه وانهاء الحرب وتوفير المساعدات الانسانيه للسكان المدنيين في القطاع